السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن يكون الجميع بخير. اليوم إن شاء الله نقدم لكم وصفة رمضانية إن شاء الله، بليغات والحلقات بالزجلان. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نحتاج الزجلان بعد ما هرمشته شوية، كيس من خميرة الحلوى، الماء الدافي، الدقيق الرطب، نصف كأس من الزبدة المذابة والقليل من زيت المائدة، 3 ملاعق كبارين من ماء الزهر، حبيت حلاوة، الملح، النافع، ملعقة من الخل، ملعقة كبيرة من القرفة أصفر، بيضة. على بركة الله هنمزج الزجلان والدقيق، من بعد هنضيف عليهم القليل من حبيت حلاوة وأيضا النافع، قليل من الملح، ملعقة كبيرة من القرفة، نصف من كيس خميرة الحلوى. من بعد نمزج هذا النواشف جيدا. نضيف ملعقة الخل وأيضا الزيت والزبدة، أصفر بيضة، ونمزج أيضا جميع المكونات. نضيف ماء الزهر وأيضا الماء دافي، نجمع العجينة ديالي بهذه الطريقة. ها هي العجينة واجدة، كنحصلوا على العجينة ما هي رطبة ما هي قصحة، يعني متوسطة كما كتلاحظوا هنايا معي. كنقطعوا العجينة إلى قطع، أنا قطعت 5 القطع عن شكلها على شكل كويرات. بعد نعمل هذه الكويرات في واحدة البلاستيكة ونخليهم يرتاحوا لمدة نصف ساعة. إذن ها هي العجينة واجدة من بعد ما ارتاحت. نحاول نطلقها بهذه الطريقة لأن أنا احتاج هذه السينية هذه، لأن كتساعدني الصراحة في طليق العجينة. إذن كنبقاو نرشوا شوية القليل من الدقيق، كنستمروا بنفس العملية. لاحظوا معي هنا العجينة اللي حصلت عليها مرققة مغليضة، يعني متوسطة، ما نرققوش العجينة بزاف أو لا، عاود نخليوها غليضة بزاف. من بعد كنقطع هاد الجوانب بالجرار. من بعد ما قطعت الجوانب، الان غنشكل العجينه ديالي المربعات صغيره كما كتلاحظوا. كنقطع العجينه ديالي الى مربعات او قطع صغيره، وكنبقى نشكل البليغات ديالي بهذه الطريقه كما كتلاحظوا. يعني المهمه جد سهله. نحاولوا ما امكن تبسوا هاد البليغات مزيان باش ملي نجيو نقليوهم ما يتسخنش في الزيت، يعني نحاولوا نتبسوهم بهذه الطريقه هذه. هذا هو شكل البيغات اللي كنعمل انا، ما كبارين ما صغارين. الان غنمروا للطريقه الثانيه واللي نحتاج فيها هذا المغروف هذا اللوح، لان كاين بزاف ديال الناس ما كيعرفوش يشكلوا البليغات بالاصابع ديالهم. انا جبت لكم هذه الطريقه هذه، يعني جد سهله وبسيطه. فقط كنوضعوا هذا المربع يعني على هذا اللوحه هذه، وكنتبسوا هذا البليغه بهذه الطريقه، وكنحصلوا على هذا الشكل لهذا الشكل ديال البليغه زيوان.
الآن عنمروا المرحلة الثانية وبنفس العجينة عنشكلوا حلقات بهذه الطريقة اللي الصراحة كيجيوا في الشكل رائعين. إذن عناخد واحدة القطعة من هذا العجين كندور يعني بهذه الطريقة يعني على جوجد الأصابع جوجد الدورات كما كتلاحظوا كندور يعني جوجد الدورات والدورة الثالثة كنعمل الصبع الثالث وكنقطع بهذه الطريقة هذه ونجمع يعني المهمة سهلة. والصراحة كيجيو هاد الحلقات مزيونين بزاف في المنظر يعني بحال بليغات. لاحظوا معي الشكل يعني جد جد سهل. إذن غنستمر بنفس العملية. بالنسبة للزنجلان أنا يعني هرمشته شوية يعني عملت له واحد الدورة في المولينيكس يعني غير مهرمش، ما بغيتش نعمل الزنجلان هيداك يعني بالحبوب باش ما كيتفتت لي شي أثناء القلي. كاين بزاف الناس اللي يستعملوه يعني ماشي مهرمش، ولكن أنا فضلت نهرمشو باش ديك الزنجلان ما كيتفتت لي شي في الزيت. الان غنكون نهيت المهمه يعني ديال التشكيل لهاد البليغات وهاد الحلقات. كما كتلاحظوا الصراحه كيجيو في الشكل يعني مزيونين بزاف، لا من البليغات ولا حتى الحلقات كيجيو رائعين. كنتمنى انكم تجربوهم لان فعلا كيستحقوا التجربه. والان غنمروا المرحله ديال القلي من بعد ما وضعت زيت المائده في الكاسرونه وخليته حتى سخان مزيان، عاد من بعد كنبقى نوضع فيه حد البليغات بهذه الطريقه. من بعد ما وضعت البليغات في الزيت نحاول ما امكن ننقص للنار شويه ونخليها على نار متوسطه. اذا نبقى نقلبهم بهذه الطريقه هذه حتى نحصل يعني على هذا اللون هذا، ما نخليهمش حتى يتحرقوا او يتحمروا مزيان يعني عاي يعملوا هذا اللون ذهبي. صافي كنخرجوا من الزيت ونوضعهم في العسل. من بعد كنوضع البليغات في العسل بهذه الطريقه هذه ونخليهم يشربوا العسل مزيان، ومن بعد كنوضعهم في شي اناء اخر. صراحه هاد البليغات كيجيو مزيونين بزاف يعني لا في المذاق يعني ديك الدقرميله ديالهم كيجيو مزيونين ولا في الشكل، والصراحه ساهلين ساهلين بزاف يعني ساهلين حتى على الشبكيه. كنصحكم الصراحه تجربوهم لان فعلا كيستحقوا التجربه. إذن هذا هو الشكل النهائي للبليغات والحلقات اللي عملت معكم. نتمنى أن نكون عند حسن الظن الجميع. كما كتلاحظوا الصراحة هذه الحلقات كيجيو مزيونين في الشكل بزاف وكيجيو هشاشين. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الإعجاب للجميع. بالصحة والراحة.